سلام. في حلقة مراجعتنا لليوم راح تكون عن فيلم سانكوت، وفيلم درامي أمريكي من تأليف وإخراج لورا تشين في أول فيلم طويل لها. كان الأفلام الأخيرة أغلبها مخرجين جدد، كذلك الفيلم من بطولة لورا ليني ونيكو باركر وودي هارسون. فلايك، اشترك، فعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد أول بأول، ويلا نبدأ مراجعتنا. الفيلم هذا هو دراما شخصية عاطفي للغاية، والتي تحكي عن فتاة مراهقة تعيش في فلوريدا، والأحداث أحسست أنها تكون ما بين 2004-2005. باختصار أنها ستكون في بداية الألفية الجديدة، تكون تعتني بأخيها وفي نفس الوقت والدتها الصارمة، فتعيش حالة من الصراعات والأحداث اللامتناهية. الوالدة ليست شخصية مكروهة، فهي تكون قريباً أو تقريباً معذورة على تصرفاتها في النهاية، فهي منشغلة بالعناية بابنها المريض، كذلك تيري شو الذي كان يعيش في دار للمسنين. مع أنه لم تكن شخصية مركزية، إلا أن دوره كان مؤثراً ومحركاً بشكل كبير للأحداث. الكثير من التقارير تشير إلى أن المخرجة لورا أخرجت هذا الفيلم بناء على تجاربها الشخصية، يعني نحن أمام قصة بمشاهد واقعية لأبعد حد. فالفيلم ثقيل بعض الشيء، يعني كآبة في كآبة، ومع ذلك هناك بعض النكات أو بعض المواقف الخفيفة التي تخفف عنك حدة المشاهد، إلا أن هناك الكثير من اللحظات الحزينة. أما الموسيقى التصويرية فكانت فعلا مؤثرة، برأيي تأثيرها أكبر من أداء الممثلين، خاصة تلك النغمة الهادئة التي تنقلك في حالة من المشاعر المتداخلة ما بين التشجيع الذي تشعر به وما بين الحزن الكبير. مع أن بطلتنا ومراهقتنا مهملة ومهملة، إلا أنها كانت محبوبة للغاية وجذابة، كما كان لها خصوصيتها ومساحتها الخاصة، مع أنه جرى تعريفنا بها إلا من خلال والدتها ومشاهدها معها. عدا ذلك شخصية وحيدة جدا تخجل الكثير من العلاقات والمواقف الاجتماعية، ليس لها أصدقاء مع براءتها الشديدة، بالإضافة إلى عدم الوعي الذي لديها الكثير من اللحظات المأساوية التي تعيشها الفتاة على غرار أخيها التي تعتني به. الفيلم ليس به تطورات ولا مفاجآت، يمشي برتم عادي جدا بطيء. أما الشخصية والممثلة لورا لين والتي قامت بأداء شخصية الأم، لم أكن معجباً كثيراً بهذه الشخصية، لكن الممثلة قامت بأدائها بشكل رائع، خاصة العمق العاطفي المتداخل الذي استطاعت إيصاله لنا ما بين الحزن، الأمل، الشجاعة، الإرادة القوية على مواجهة الصعاب، كان رائعاً جداً. كما كانت شديدة التشويش لدرجة أن تهتم بطفل وتترك الآخر، إلا أنها لم تتخلى عنها، ظهرت في كثير من المواقف المميزة، كان لها فعلا رائعة للغاية وأداؤها مقنع جدا، مما يجعل من الصعب الوقوف معها أو التعاطف على الرغم من الأشياء التي تجعلك في لحظة ما تتعاطف معها، أو على الأقل تقدر موقفها والألم النفسي الذي تمر منه. لصراحة كنت أتمنى خلق خطوط درامية جديدة أو شخصية أخرى تكون إيجابية بعض الشيء، فلم يكن هناك ذلك، كل الشخصيات سلبية للغاية. أما وودي هارسون فلم يكن له مشاهد ووقت كثيران مقارنة مع الأم والبنت، إلا أنه أعجبني توليه دور الأب، والحوارات التي بينها كانت من المشاهد القليلة الجميلة لهذا الفيلم. متعاطف، لطيف، مشجع، كل ما هو شيء تفتقده دوريس في حياتها، كما أنه كان يتمتع بروح دعابة أعطى مجالا مميزا في مشاهده. هو لم يكن يلقي النكات للصراحة، إلا أن كلامه وأداه كانا لطيفين للغاية، على الأقل تجعلك تبتسم كما لو كان على طبيعته الحقيقية. للصراحة أحببت مزيج الشخصيات فيما بينهم، يعني كل شخصيات الفيلم كانوا مختارين بعناية، فأعطونا هذه الكيمياء التي لامستها كذلك الأداء لتمثيل الحياة الواقعية. أما من أكثر الأشياء السلبية وهو كمية السلبية الموجودة في الفيلم، يعني للصراحة كانت كثيرة ومبالغ فيها. فمثلا دوريس، يعني فتاة في المدرسة لا أحد يعرفها وكأنها غير مرئية بالمرة، حتى في مشهد هناك مشهد لها الكل يتفاجأ من هذه الفتاة، يتساءلون
هل هذه الفتاة فعلا في الصف؟ أراه أمرا متناقضا لدرجة أعتقد أنني فوتت شيئا من الأحداث السابقة مع أنني كنت مركزا للغاية. كذلك بعض الموضوعات والرسائل التي أراد الفيلم إيصالها لم يتم تناولها بشكل عميق. تحس وكأن الفيلم مر من هذه الموضوعات هامشيا، نمشي على الأطراف فقط. ربما السبب هو كثرة الخطوط الدرامية وترابطها ما بين الممثلين هي التي جعلت القصص كثيرة، مما جعل كثير من التخطي من الأحداث المواضيع الرسائل كانت بسيطة أو ليست بسيطة، كانت عميقة إلى أنه أنت من تكتشفها، ليس الفيلم من يخبرك بها. تقييم الفيلم 6/10. الفيلم جد بسيط عادي جدا، ليس مبهرا ولم يكن كما توقعته صراحة عندما شاهدت المقطع الدعائي. وبس، كان هذا كل شيء عندي. لايك للفيديو، اشترك في القناة، فعل جرس التنبيهات، شاركوا بين أصحابك، وقل لي في التعليقات أفلام حاب تشوفني نراجعها، جديدة قديمة كيما تحب، الخيار لك. كان أنا معكم مسعود سفيان، خليكم دايما بخير، سلام.